تصحك تقول لك حق واي. القانون فوق الجميع اما هما فوق القانون. القانون فوق الجميع اما هما فوق القانون. يحبونا كل الكلاب كل عبيد متاع فرعون. القانون يتبدل يتبدل الاسامي والانقاب. والوزير يعمل اللي يحب ممنوع من العقاب. القانون والدستور رفيق متاع فصول. ستون هارت جمعة كنا موجودين مع بعضنا في المحكمة متاع بنعروس بعد ما اصدر الحكم في حق عليه وكان عاملين برشا عبيد ما فهمتش شنو اللي صار خاصه انه فما برشا عبيد ستون حكي وقالوا صارت اعمال عنف من طرف العبيد اللي جاوا يسندوا في ولد الكان. دونك شنو اللي صار بالضبط خلي العبيد تفهم شنو اللي صار باش نعاودك شنو هي انا اللي في راسي معناتها فكرتي بالضبط معناها شنو اللي صار شنو اللي صار بالضبط. نحنا عليه معناها نحي الراب نحي كل شيء. انا واحد من الناس تعبدوا لله متربي معايا من اللي صغير عليه وخويا ولد حومتي وصاحبي ودارنا بجنب الدار وفرت حومه وكذا معناتها سي نورمال باش نمشي نسبورتي عبد مورال كوتي مورال عاديه جدا مش حكايه راب ولا نحنا طالبين خوذه والجايه نتاعكم ميرسي برشا رانا زاد ماناش طالبين بوز فهمتني. نحنا مشكلتنا الاولى والاخرى راهي على ولد الكانز عمل الحكايه حريه التعبير ليبرتي ديكسبرسيون بالفرنسي ياخي عاوجوه بالعربي بلغتنا نحنا فهمتني. شنيا صارت شاوشرة قالوا لنا انتم ضربتونا بالغاز علوركو فما فهمتني سيكونس هبطت هما فشفشوا بالغاز فهمتني هاكا فما دورة حمراء في السيكونس اللي العاون نتاعهم فشفشوا بالغاز عمل تش 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 مخ تش تشنا نحنا بالغاز فهمتني وبداو يبعدوا فينا بداو هما يدزوا فهمتني وهذوما كل معناتها في دي سيكونس مانيش انا نكذب تنجم العباد تتفرج هما بداو يدزوا ما خلوناش ندخلوا القاعة دخلوا كعباد للقاعة انا واحد من الناس قعدت برا ما دخلتش القاعة جملة وزيد ما دخلتش القاعة جملة خرجوني من المحكمة الكل هالبرة معناها هكاكا حتى باش نسمع من ورا الباب فاش قاعد يحكي الرئيس ما سمعتش سخنت شوية الحكاية خاطر سي نورمال معناها انسان نحبوه كذا وابار حتى ثم عباد ما تعرفوش جاتوا للمحكمة على خاطر حسوا اللي الحكاية ما حكاية فارغة شنو يعمل السيد عملها السيبسي قبله هو وكونيو فامو أكثر منه هو وقال قرودة معناها الناس كل تعرفها ذي البوليسية قرودة قالها وما صار حتى شيء وبالعكس وفهمتني والراجل يعيش في حياته عادي جدا ولد الكانز علاش رابر فهمتني أنا من اللي قالها راشد الغنوشي معناتها قبل ما يدخل الحكم قال أنا نسمع راب فهمته اللي هو معناتها راهو ما يسمعش راب جوست تخلى الحكمة وكتويكا ويسمع فينا هو في رابو فهمتني وفي حكمه وفي قضاته وفي بوليسيته وفي دينيته الكل فهمتني هذا اللي حبيت نقوله والحكم راهو حاضر على فكرة معناها ظاهرة اللي الحكم جاي حاضر مع القاضي جوست محطوط الرئيس مع كل احتراماتي ليه تصويرة كادر باش تنطق بحاجة سمعنا اللي انت هند مدب وبرشا من الاولاد اللي كانوا حاضرين تم ايقافهم وسمعنا زيدا اللي انتم عندكم محكمه نهار الاثنين هذي انا باش نقول لك شنو اللي صار بالضبط بالنسبه لعبد ولله ومحمد معايا وايمن والجماعه الكل فرانكي فهمتني نحن بطبيعه فرقونا وليت مطركات وليت غاز وليت جري ثوره من جديد معناها ضربوا طفله معانا خاوله فهمت كيفاش جاء واحد ضربها سبحان الله معناتها فهمتش انا تي طفله مسكينه هي مفجوعه في حاله تزيد تكمل انت فهمتني شلبوه تاع شنو جيت نكلمه انا معناتها عادي يا انسان ما تضربش طفله شنو تحب تضرب برا هيك رجال بزايد فهمتني شفت اربعه تلاكمتو جاء وتلاكمتو علينا خويا اربعه من الناس شبيك واع 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 بفبش دج لقيت روحي في الجيور تكوين عصاب ما فهمتش كيفاش تكوين عصابة منين محيط من السبالة منين تكوين عصابة تشويش ولا شنية في علاقة الجلسة شتم تحريض شنية معناها نهار اثنين نحن طويكة انا بحذيك في حال صراح معناها فهمتني كومكوا كاستدعاء حال صراح باش ترجعونا نهار اثنين ما ترجعوش راكم مشارشين معناتها روشيرشي تهبطوا في الريشيرش الناس الكل لازمكم تجيو ياكدوا يعاودوا التيترويت كما حكيتهم لك ما معناه ما تطمنش عابد باش يمشي فهمتني اما نحنا ماشيين على خاطر انا واحد من الناس ما عملت حتى شيء ما عملت كان عملت راني عملت اما راني شيء ما عملت من الاخر فهمتني باش نمشي اخويا فما تحقيق صباح 8:30 في المنطقه بتاع بن عروس فهمتني وممكن حكايه العشرة ودرجين معناتها نطلعوا باش قدام الرئيس نحكي مع قاضي ولا مع الرئيس المحامي مش متفاضي احشال مع البوليس لماذا حكرتوا الشعب تقولوا فرخ بماذا قضى الشعب تخنق
صارت انتفاضة أفا حبوا تقودونا كيما الإكس كلافا أفا مشال عابدين جاتهم حسب النهضة أفا صيبوا الفيروس لموا فلوسك تيس نحنا طايحونا من حومة تلمونا تخلونا كداسك تيس يا حكومة عم سموكي لوف الصحومة زي ما شلتوا عباد تحت الحيط تبات مزمومة يا حكومة خليتوا الميمة مصدومة خليتوا العالم غطس في الخروط كرومة داروا تونس في الفاكونز لغة ياسمين ومشموم هذه لغة سفرانز تلافز نهار الجمعة نهار المحاكمة متاع علي ولد الكنز بعد ما هزر الحكم خرجت أنا قدام المحكمة كنت نصور تلفت نلقاك بحضر الكيوس كي يجريو في جرتك وتوجهت باش نصورك اللي ما فهمتوش وقتها علاش يجريو في جرتك ديجا ما اون فيت وقتها احنا ديجا ملي فزت المحكمة صايبو غاز وكل شيء ودخت ديجا تعديو في الفيديو خاطر ما نجمش نتنفس من بعد بعد خرجت الاولاد فيقوني كل شيء وانا ماشي نورمال معناها ما عملت حتى شيء لا تكلمت لا حتى شيء واحد من تالي هذاك ديجا الناس كل شافوه واقف الباب راسو كبير وكل شيء انت تاع كي مشي ضرب طفله باش يحطمها عرفت يجري ويسب فيا ويجري اجري قلت له ما نجمش نتنفس يا اخي ضربني ديريكت معناها ديجا كان الاولاد الكل شافوه ستون ايمن هما معناها اللي هزوني من بعدا سنارو كامل ضربني نورمال معناها شنو الحاجه اللي خرجت بها من المحاكمه اللي حضرت عليها نهار الجمعه توتي ليغال في تونس معناها المحاكمه اللي صارت علاش عامين الله اعلم على تكلم كلمه هو حق قالها حكموا لي عامين وكملوا وقفوا اصحابه جلسه نتاعهم نهار الاثنين وعاملين معناها دي تيتخ نجموا يحطموا له مستقبلهم جمله مع تكوين عصابه وتحرير على العنف اللغه تبدلت واللعب احراج جيب الرنفور وعمل باراج متكفنين في الباقه تقول قرودة في قفص لك لعب علينا تسكس يستناو في الفرص سبويلد باي انت تعديت ديجا قبل المحكمه في نفس الحكايه نتاع ريميرسيمون مع مادو وخليل للكا الحكايه تعديت برا نقولوا سلامات باسكو انتوما خديتوا عدم سماع الدعوه جيت باش سند ولد الكنز نهار الجمعة في المحكمة نتاعي نلقى روحي في كامبي ناكل في ضرب وفاسون كلي يضرب فيا ويقول لي نحنا مانيش كلاب بنتي الكلب عرفت كلي السيد حط في قلبه على الاخر وكاها ونلقى روحي نهار الاثنين لازمني نمشي نعاود نرجع للمنطقة عندنا جلسة برامون باش نطلعو قدام قاضي التحقيق علاش خاطر نحضرنا الجلسة هذايا نحنا معناها السبب اللي عندنا اللي هما برامون حاطين برشا قضايا اخرين تكوين عصابة وحكاية خلنا ناخذ شوية العباد شنو يقولوا على الفيسبوك وغيره كل شيء يقول لك الأولاد هذوما اللي مشاو يساندوا في ولد الكنز في المحكمة ما نجموش يكونوا تضربوا جراتويتمون باز عملوا شغب في المحكمة بعد صدور الحكم والله الشغب اللي صار هو ديجا بدي بتلكس من البوليسية مثلا أنت خارج من الباب يخزر البوليس يقول يستاهل سيد ماخذ عامين حبس يقول واحد يستاهل كمان عندك الحق ترجع عليه كما هو قال كلمة ما فما حد فينا ضرب بوليس ما فما حد مشى البوليس كلي يسبوا ديريكت في وجهه تلكسه ليه حتى الغاز معنا يضربونا بالغاز بغاز ماهوش نتاع حاك البارح عليه نهار الاثنين نجمو نكونوا نحنا غدوه اي واحد فيكم هذا ماهيش حكيت عليه بركه هذا حكايه تاع ليبرتي ديكسبريسيون لازم كل ما يكونوا سوليدير سورتو رابوريت مبعضنا بالرسمي لونيون فيرا فورس محمد نهار الجمعه كنت موجود من العباد اللي جاوا يساندوا في ولد الكنز في المحكمه نتاعو وانت موجود زاده في القائمه نتاع الناس اللي مش عيطوا لهم نهار الاثنين باش يحقوا معاهم صحيح دونك سؤال بديهي اول حاجه ينجم يطرحها عبد شنو اللي صار بالضبط وشنو هي الحاجه اللي تخليك انت موجود في الليسته هذه اللي صار هو كما قلنا معناتها مشينا القضيه ولد الكنز الجلسه نتاع ولد الكنز عليه حضرنا سوتيان لا اكثر لا اقل مانيش لا باش نعملوا فوضى ولا انا نتاع الشيء هذا ضالي كبرنا حتى ما عادش يخرج علينا حتى في العمر ولا ماهيش مزيه لازم نحضروا نفط وجودنا سوتيا مغالى اكثر اقل وفات الجلسه سمعنا الحكم طلبوا منا الشرطه باش نخرجوا من قاعه الجلسه مع شويه تعصب شويه قوه خرجنا ديجا كي جيت خارج نلقى هند جورناليست هند مدب جورناليست فرانكو تونيزيان تفزوا فيها وسمح لي الكوكي ديجا في القاعه كوكي اليوم زميلنا في قناه تونسنا
يضربوا فيه في القاع، وليت خرجت قاومته من القاع وخرجت انا وياه. دوك ما خرجنا من قاعة الجلسة في الدروج تاع المحكمة الباب البراني ديريكت بالغاز، ويضربوا فينا وبنات طايحة في الدروج بنات دايخة، ويضربوا بالغاز وكلام زايد، وما نحكي لكش يعني ما اللي صار، كل شيء مصور ظهر لي. شي يقولوا من بعد يوقفونا يهبطونا لجيار المحكمة ويقولوا اللي احنا ضربناهم بالغاز وسبيناهم في وسط الجلسة وفي وسط المحكمة، واللي هذا كله ماهوش صحيح، بالعكس فما كل شيء يثبت اللي هما ضربونا بالغاز. وديجا شفت شميز قدام الظهر شميز مقطع. انت صار الاعتداء عليك في الهبوط في الدروج من الدروج باب المحكمة الكبير، واللي خاص موجودين حتى الضوء بيان سور. مانيش انا معناتها باش نجي قالوا لي انا ضربت بالغاز سأسفيفا وما تجيش يعني الحكايه ما تركبش. وجيست حتى للتوضيح على حكايه الغاز، موجودين معناها ومصورين الغاز، فما زوز اعوان ضربوا بالغاز وزوز صار متوفرين في الروبورتاج اللي كنا مع تعادينا في نوات موجودين، ومعناها حتى بالتصوير به النهار الاثنين مش تمشيوا لقاضي التحقيق. بالنسبه ليك انت شنو المساج اللي تحب توصله للعبيد بس تزيد تفهمهم معناتها شنو موقفك بالضبط من الحكايه هذيا، من لافير ولد الكانز اون جينيرال، ومن الحكايه اللي صارت لكم، ومن الاعتداء بالعنف اللي صار؟ اول حاجه نهار الاثنين باش نقفوا قدام الرئيس المحكمه، ان شاء الله ان شاء الله ما تعودش تصير الحكايه نتاع علي، على خاطر ديجا كما نعرفوا الناس الكل الحكم نتاع علي واضح وحاضر وجاي حاضر، ومن الموفمون كي تشوف في قاعة الجلسة كي تشوف الحاكم قديش تفهم كل شيء وحدك يعني، فهمت؟ الحكم جاي حاضر ماهوش حكم هذاك، وما يستحقش عليه عامين حبس على غناية عبر فيها على هو شنو يحب ولا شنو يخمم ولا اللي هو، هذاك عمل فني وفات الحكاية غاديك ستوب. احنا 20 سنة نحاربوا في وقت زين ما صارش معنا كي احنا، صاروا تجاوزات صحيح ما مش بالطريقة هذي، تو وقت اللي خدينا احنا حرية متاعنا نسخايبو خدينا حرية متاعنا، يصير فينا كي معناتها ماهوش معقول، بالعكس عطاونا بطاقات احتراف. اوكي ما حاشناش بطاقات احتراف، احنا حاشنا بالليبرتي ديكسبرسيون لازمها يعني فوالا يعني رسمي حاجة تضحك على الاخر معناتها، فهمت؟ يجيو يشدوني انا ومستر مصطفى وأيمن وهند ويقولوا احنا ضربنا بالغاز وسبينا، احنا مش تاع شيء هذايا، احنا ارقى وارفع مستوانا من هكا برشا، مش ما بيناتنا عمل فني تصبح على خير تقف الحكايه غاديك. صابرين قليبي، بعد الحكايه اللي صارت عليك بعد ما تحكمت ودخلت للحبس، بعد ما جيت وساندت ولد الكانز عليه نهار المحكمة، أكثر حاجة تنجم تكون خرجت بها من اللي صار هذي الكل شنين؟ كلمة قالها مروي، تونس تقتل الطموح، كان خدمت طيحوك، كيماش كان مثلت كان غنيت كان تكلمت تحبونا ديما وهكا سكتي، علاش ما نعرفش علاش خويا، نعرفش ما يحبونيش نعيش وتحبونا نهجو حبونا نهزو طول هزو راه باش خليوه لكم كهو، ما عادش نجم نخدم انا في بلاد يلا غالب. راك تشوف اش صار ظهرت المحكمه معناها، بعد جينا نقرا ديزارتيكل اش قالك اش قلت لك احنا عملنا شغب، وينو شغب معناها من وسط القاعه رانا بدينا، انا نذكر روحي قاعده البنك اللي قاعد عليه تجبد الكل، راكين في قومبا تيت قوم تيت شني كمام جا خلينا بكيت، خليني بكيت ما ضربتش حد بكيت، خليني جيب الناس الطيبة تقولي عاش اختي تفضل الله غالب، ميسي اش نعرف اليوم متشمتين والضحكة من هوني لهوني، ويقولي عامين راهم سافا معناها تسيسونا مش جي احنا خارجين، عبد عيط خليه عيط ربش عيط ويسكت على روحه، مش تجي دز وضربوا هما رملوا لانين بالغاز، ودجا لي فيديو تعديو في التلفزة معناها ملزمش تتعدى بالسهل الحكاية هذي شنيا. اي في الاخر انا نذكر روحي قاعده الرافعه بيت تجري صدقني ما نعرفش كيفاش جريت علاش قاعده نجري ما نعرفش، بعد نسمع يلوجوا عليا ماني حب عليه تلوج عليا اخويا راني هوني في دارنا علاش تلوج علي، جيت حضرت جلسه كالناس الكل ماشي مروحه على روحي تلوج علي شنيا باش تعاود تشدني غادي باش تعاود تلفقوا لي قضيه اخرى معني كيما عملتوا للولاد نوليو عصابه وانت تحبوا تعملوا هكا انتوما يزي يزي يزي
رانا فجينا رانا سي والله الشهاب بيعلم الدنيا تتعلم دي ما تتكلم في حقك جامي تسلم في حقك جامي تسلم الدنيا دروس ودي منها تتعلم. فرانكي انت موجود في الليسته نتاع نهار الاثنين ولا ايه؟ وشنو السبب اللي خليهم يعيطوا لك نهار الاثنين للتحقيق؟ ولا ما انا حتى البحث ما قريتوش ما معناتها تم استنطاقك ديجا ولا اي بعد انا ساعه ديجا شدوني انا واشن سبوي بعيد منكم كيلومتر على المحطه بعد الزونه الاسترية طلعونا في الباقه ما فهمتش كيف يعني خرجونا طلعونا في الباقه اش ليها بق برشا اش ليها بق وبعديك هبطونا دخلونا للجيور دخل الجيور نلقى مصطفى نلقى عين نلقى كانز هكا وقعدنا شي ساعه غاديك في الجيور وبعديك جات سيرويلير هزتنا هزتنا للمنطقه العدليه بن عروس قعدنا غاديك استنينا رئيس المنطقه جي وبعديك خرجنا بحث بحثنا مع رئيس المنطقه مع رئيس مع رئيس المنطقة بعد كل واحد يكمل يعطيه استدعاء يقولوا ما عرفنيش ثمانية ونص خمسة به برشا عباد حكاو صراحة مؤقت معناها اي انتم تو في حالة صراحة نهار اثنين باش تمشيو للمحكمة به برشا عباد يقولوا مثلا بعد ما خرجوا المساندين تاع ولد الكنز من المحكمة قاموا بالاعتداء بالعنف على البوليسية هذاك علاش صارت ردة فعل عنيفة من طرف البوليسية انا قاعد نقول لك انا كنت حاضر ونعرف اللي كلمة ليه اما انا قاعد نقول لك شو يقولوا العباد اللي باش انت زادة كنت حاضر دونك شنو اللي صار بالضبط سامحني في كلمة عبيد خارجة مقرزة عبيد خارجة ما نعرفش ما نعرفش نعود الكلمة اللي حكيها في نيكس مش لازم نعودها من الاخر معناها عبيد خارجة مع الاخر شنو تحبها تعمل بلي وما عملوا حتى شيء ما سبوش معناها بوليسية في وجوههم لا كسروا لا ضربوا لا عملوا حتى شيء وقفوا قدام الباب غنيوا معناها الرفران كما يقولوا نحن نتاع التيتر بوليسية كلاب بوليسية كلاب هكا وبعديك خرجت الكامبيات شدوك انت شدوا برشا فريم هكا نحن بعدنا في بالي سي باش نوقف تاكسي ونروح انا نلقى زوج كامبيات جايين وواحد ضربت منهم شدني به من غير ما نطولوها برشا الحكايه كان نقول لك فرانكي مود لا فان اون سكي كونسيرن لافير ولد الكنز ولا اون سكي كونسيرن اللي صار لنا ما عادش نحب نستعمل كلمه اللي صار لكم اللي صار لنا نهار الجمعه هاي كميشي هاي ميشي انا معاهم يا هما يا نحن احنا ما عملنا حد شيء وهما عملوا لنا انا مع بعضنا به انا فما مش ترسي خلي ترسي بلغه اوضح فرانكي فما اضافه برك نحب نزيدها ما قلتهاش براتيكمون جيسكو لا ويمكن يتفرجوا على الانترفيو اللي عملته مع الاستاذ غازي مرابط بعد ما زار ولد الكنز في المرناقيه يعرفوها الحكايه هذيا ولد الكنز قال الغازي اللي هو خايف لاصحابه ولجنة المسانده نتاعو والمحامين يرخوا دونك شنو نجمو تجاوبوا ليه دي سالي الكنز هو فرير صاحبي راك شبيك صح جيسكو بو ان شاء الله هو الاخر شيء باش يحب يضربني هذاك راسه قدك يعرفك دي اخو انا قلت لك انا ايمن معاك ايمن ما تخافش كي جاني البوليسي الاخر باش يضربني كي درت له قلت له انت باش تضربني انا والله العظيم ما ضربنيش علاش كيفاش ما الله اعلم ربي هكا قال له ما تضربش انا فيق هذه الضربه لهنا بسير صبات يضربوا فيك يا ولدي ريت شنو هي البوليسيه مامورين اما هما مشكلتهم ما يعرفوش حقوقهم ما يعرفوش واجباتهم معناتها كي تامر وانت وتعطي اوردر باش يمشي يتاكي بيمشي يتاكي ويضرب كل شيء مع البال وحتى حد يلزمهم يعرفوا اللي هما قدرهم كيف يعملوا هكاك قدرهم يطيح في القاعه راكم انتوما عندكم رجال راكم انتم عندكم معناتها كيما نقولوا قدر عندكم وهره شنو هي فازي اتاك تمشي انت الكلب تمشي تضرب وتمشي تكسر وتمشي تعمل تضرب في عباد وفي بنات وفي نساء وفي رجال وفي نساء كبار علاش تعملوا هكاك يا اخي جيتوا لعينك وتمسطها انت تعود تعطي قدرك تقول له مسيو انا راهو مادام من الاخر ما عناش بوليس دو بوليس في تونس راهو باش تقعد ديما قمع وباش تقعد ديما سيستم هو بيدو معناتها احنا عندنا مشكله في شكون مشكله مع القضاة اللي هما ياخذوا دي ديسيزيون قبل ما يجيو للمحكمه ساف دير كوا ساف دير كو يا محامي يا انسان انت اللي باش تقولوا الكل ولا انت اللي يا مربوط انت اللي باش تقولوا الكل واللي باش تحكي الكل راهو على الحيط احنا ديجا حاضرين وعارفين رواحنا شنو باش نقولوا معناتها انا شنو قاعد طالب احنا علاش عاملين هذا الكل انا جيت حبيت نشوف ليبرتي ديكسبرسيون بعد ثوره واحد مني مشي شد على حكايه ما تعجب الجمله يعني اللي صارت فهمتني خاطر ولد الكنز ديجا كي مشي يعني بالرسمي هو ديجا حكيها افيك توت كونفيونس وحتى كي تصورنا باش تصير تنجم تكون فما حاجه
مش في البوزيتيف ما تصورناهش باش تكون كيكة يعني فهمتني بتاع عامين يعني عامين وسي بون واللي صار يعني سورتو يعني سكي سكوندالو كما نقولوا اللي صار يعني في المحكمه للولاد فهمتني انا بيرسونيلمون ما كنتش حاضر شفت كي العباد يعني حاجه بالرسمي بيزار على الاخر كيفاش تصرفوا كيفاش ضربوا العباد كيفاش يعني ضربوا عباد كبار يعني وتشوف بالغاز وترسنيه بتاع شنيه يعني فهمتني تحس على الحكايه فاتت توسكي قانون وتوسكي الحكايه ولات نتاع اون ديري زوز في الشارع عندهم دوينه مع بعضهم في قانون غاب وقانون غاب كما قال لك مدو تصفيه حسابات خويا انت اليوم في التيران تاعي نتصرف معاك كيما نحب ديجا سي النيه نتاعهم كانت صافيه ما يعني حسب ماريتانا وحسب ما حكيو لي الاولاد يعني كانوا سيفيل دوكو تاك دوسارات يضربوا في العباد بالروح ناس تهزت ناس تشدت هكيك باتل في باتل سيتون مستر مصطفى والاولاد اللي كما قال لك مدول جلستهم نهار الاثنين يعني تفهم شيء وعليه يعني في المومون هذا فين عليه في الحبس في الحبس في الحبس دونك يا عباد راهي هذايا بلاد بوليس ويحبوا يخليوها بلاد بوليس وعمرها ما باش تكون بلاد بوليس بنا احنا من بينا احنا معناها راهو اذا كان احنا مانيش باش نقولوا لا ماهيش بلاد بوليس راهي باش تقعد بلاد البوليس هو اللي يحكم كي لابس الزي كي اللي ماهوش لابس وقت اللي يولي الشخص هذاك يلبس الزي نتاعو يولي بوليس وينحيه يرجع انسان عادي تو وقتها تتصلح البلاد مادامهم مازالوا عندهم بوفوار 24 ساعة على 24 ساعة راه ماهيش باش تبدل حتى شيء دونك الوقت وقتكم انتوما وقتي انا واللي باش يتكلم على روحه بلاصة باريس بلاصة تونس باريس بلاصة تونس بلاصة اجلس من الاخر بلاصة تونس مكسيك يا رحم بوك برازيل اي بلاصة باش تعيشني فيها برص صنع باش يعدي وهنا التشويش على التونسية مروك مروك مروك